لتسريع هذه العملية. وزراء حكومة التوافق في غزة دون رئيسها الذي قالت الحكومة إن زيارة خارجية حالت دون قدومه للقطاع. الحكومة وعدت بصرف سلف مالية لموظفي حكومة غزة السابقة، لكن الأمر لم يسفر عن نتائج يمكن الحديث عنها. هناك اتصالات مع جهات مختلفة لهذا السياق، وبالتالي نحن نتطلع إلى ردود إيجابية من الدول والأطراف التي تحدثنا معهم حول توفير السيولة المالية التي تمكن الحكومة من دفع هذه المكافآت. ومن المقرر أن يلتقي وزراء الحكومة مع موظفيهم في غزة، وكذلك متابعة سير لجنة تسجيل الموظفين الحكومية. يأمل موظفو حكومة غزة السابقة أن تحمل هذه الزيارة تقدما في ملفهم الذي يعد واحدا من عقبات المصالحة، فيما يتطلع المواطن لأن تصبح أفعال الحكومة في هذه الزيارة أعلى من أصواتها. نقابة الموظفين في غزة تقول إنها ستواصل فعالياتها النقابية إلى حين التوصل لحل منصف لقضيتهم. سيكون هناك اعتصام يوم الثلاثاء، اعتصام حشد أمام مجلس الوزراء، وسيكون هناك بعض الفعاليات المختلفة منها اعتصامات ستكون في المؤسسات الحكومية. أما المواطنون فتتجه تطلعاتهم نحو حل ولو لجزء بسيط من مشكلاتهم وسط هموم كثيرة تثقل حياتهم اليومية. نتأمل خير، يعني إن شاء الله إنهم ينفتحوا الملفات هاي، قصة الإعمار وقصة إنه يشوفوا مشاكلنا وقصة الكهرباء. أهم شيء المعابر، نحن عايشين بينه وبينك بسجن بسجن عايشين كل حوالي 1,800,000، هذه الحاجة بينه وبينك انهونا منها وخلصونا منها معي عاد. حركة حماس دعت الحكومة الفلسطينية في أول تصريح لها عقب وصول الوزراء إلى التوقف عن نهج ما وصفته بالسياسة الانتقائية في تطبيق الاتفاقات وإنهاء سياسة التمييز بين الموظفين. باسل خلف، تلفزيون العربي، قطاع غزة.